السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان حبيب الله محبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا من متابع فضيلتك بفضل الله، وكنت سمعت إجابة في فضيلتك على سؤال استخدام البطاقات الائتمانية. طيب والسؤال؟ وكانت إجابة حضرتك أنه يجوز استخدامها في حال عدم تجاوز الفترة التي من بعدها يتم احتساب الفائدة أو احتساب الفائدة أو الفائدة الربوية. نعم. وبعد اطلعت على فتوى لمجمع الدروس الإسلامية بيحرم هذه البطاقات، استخدام هذه البطاقات لوجود فساد في العقد وبنك الفائدة. كأن عفوا هذا المجمع الذي ذكرته الآن لن يستطيع الآن أن يواجه بهذه الفتوى، ولا أظنه يجرؤ على ذلك. لا أظنك نقلت نقلا صحيحا، لكن عموما توقيرا لك وظنا حسنا بك، لو سلم بهذا لعطلت مصالح العالم الآن. العالم كله يتجه لبطاقات الائتمان، فعلى الذي يصدر هذه الفتوى أن يراعي أيضا حال الناس. أما وجود شرط فاسد في العقد فقد أجبناك عليه بأننا سنعتبره شرطا معطلا، ولهذا قيدنا أنك تسدد في فترة السماح حيث لا ربا، واستدللنا لك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. أيما قوم اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، أي اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله، فهو باطل ولو كان 100 شرط. هذا اللي عندنا، في غير كذا أنت حر، أنت معهم. لكن أنت الآن ستذهب إلى دول، أي دول كانت، دول أوروبية أو دول مسلمة، الآن لا ترى التعامل إلا بالفيزا. تمام. فالفتوى بتحريمها أمر فيه مجازفات، وأظنك تحتاج إلى مراجعتهم، مراجعة القول مرة ثانية إن كنت سمعته ولم تقرأه، حتى لا توصف بالتدليس. وانظر كلامهم أيضا وانصحهم لله، ما العمل؟ حياتي متوقفة على ذلك الآن. في دول الغرب كلها لا تمشي بأموال في كثير منها في مخباتك. جزاك الله خير، ولكن أنا والله قرأت الفتوى يعني على العموم هم ليسوا بمعصومين، ويمكن أفتوا بها في حال قلة استعمالها، أما الآن مع كثرة استعمالها يلزمهم إعادة النظر للتدقيق. جزاك الله خير. سلام عليكم.